مرحبا. مرحبا. لمين هالوردات الحلوين؟ قريبا عيد الأم، معقولة تهدية باقة من الورد؟ بنرحب بيك معنا في واضح، وعايزين نعرف بتحتفل ازاي بعيد الأم؟ أنا بحتفل بعيد الأم، أول حاجة مامتي دي أهم حاجة في حياتي، تمام؟ بحتفل بها ازاي؟ أهم حاجة تكون موجود في حياتها، هي عندها كده ان انت تكون موجود في حياه مامتك، ده اكبر حاجه ممكن تقدمها ليها. بالنسبه بقى للهدايا، احنا بنبدا مثلا بيبقى نظريا احنا عاوزين نجيب لها الماز وذهب والدنيا كده، بس فعليا احنا بندور على طقم كوبايات، يا اما 6 يا اما 8. بحتفل ازاي؟ بنزل لها بوست على الفيسبوك بس، و لا ما فيش بصراحه حاجه معينه، هي هديه بس. فهذا اليوم يعني انا بالنسبه لي كهو يوم عظيم جدا، فاني احتفل بهذا اليوم كوني انه مثلا أهدي لك هدية جميلة بسيطة جدا، أنه تعبر عن محبتي إلها، يعني كوني حتى لو كوردة بسيطة أنه هي الأم راح تفرح، فيعني شيء كلش رائع، يعني ما ينوصف صراحة. فوالا احتفل بيه فوالا لا صور فورمو، أنا يا مش الأم اللي تفكرها خطر في الأمس، الأم ديالك لازم تفكرها كل يوم، شي النهار والنهار راح تفرحها عم كومبليت تزعف فيها. هتجيب لها إيه السنة؟ هجيب لها إيه؟ هي مفيش هدية معينة، بس هي عاوزاني أتخرج، يعني هديتها هي طلبة اللي انا اتخرج السنه. مش هتجيب لها هديه السنه دي؟ لا هنجيب لها، ما انا ده انا هديتها بس بفكر اروح اخطب عشان كده. عشان اتكلم معاكي بصراحه، هي كانت عايزه طقم صواني، هنجيبه لها، هجيبه لها ان شاء الله. يعني عاده الهديات تعجبني، مثلا احطها اجمع شغلات مثلا الوالده تعجبها واحطها ببوكس واهدي لها اياها، مثلا يكون عطر مثلا هو يعجبها، او مثلا وردة داخل، أو فد ما أو فد شيء هو يعجبها حطها بالبوكس. هذا العام إن شاء الله يبقى حيين، قرعة ريحة بينسر ونديها تعشى برا تنحي على خاطرها. هلا كونه الوضع شوي بسوريا صاير صعب، فأكتر شيء رح تفرح فيه هي المصاري. أحلى شيء. بدنا نرجع هيك شوي للطفولة، نتذكر الضربة، أكيد يعني تعرضت للضرب لو شيء بسيط طبعاً. من والديك طبعاً. فخبرنا هيك شو الضربة اللي أكلتها من والدتك وما بتنسيها؟ والله هو أنا صراحة كنت صغير، فعلى ما أذكر كانت قاعدة هي عم تدرسني، يعني عم تعلمني، فعم تحفظني هي جدول الضرب، فشفت جدول الضرب يعني تقول لي انت ما راح تحفظ جدول ضرب الا بالضرب يعني، فهي ما بنساها صراحه. طب هلا حفظته للجدول ولا؟ اكيد على الغايب. اتضربتي وانت صغيره من مامتك؟ لحد دلوقتي لسه ما اتضرب. جوزي بابا كنت امنونسني جامي، ما بتني ماما في حياتي، جامي مدتني بهالين على بتكحنينا بزاف، وطارت كش طارت كش تربينا كنا غلطه ولات كنا غلط، تحضر معايا انا ما جونسي مامي جامي ضربتني، كان جابت الماعون، ماعون بلاستيك ضربتني بيه، ظلت تضربني ضربتني على ظهري ما ادري كم مره، مستحيل انساها، كنت اركض منها ظلت تضربني. في اثار للضربه؟ اتوقع صراحه. الله يخلي لك اياها، وكل عام وهي بخير. الله يخليك، الله يخليك، كل عام وانت بخير ماما، ورح اشتاق لك كثير، وانت احلى شيء بحياتي. انا احبك هوايه، اتمنى لك كل الخير، يا رب ان شاء الله تبقى خيمه على راسنا، وان شاء الله الله يحفظ امهات العالم اجمعين.